بين القرنين 16 و 18 ازدهرت صناعة وتجارة السكر، وكان السكر المكرر آنذاك منتجاً فاخراً ساهم في نمو اقتصادي كل من بريطانيا وأمريكا. لكن الذهب الأبيض كان له تاريخ أسود، والسكر حلو المذاق ما هو سوى إرث لتجارة الملايين من الأفارقة السود، فكيف غذت صناعة السكر العبودية؟ في كتابهما الصادر عام 2010 السكر غير العالم، كتب مارك أرونسون ومارينا بودوس: لقد بدأ العصر الحقيقي للسكر، وكان يفعل الكثير لإعادة تشكيل العالم أكثر مما فعل أي حاكم أو إمبراطورية أو حرب على الإطلاق، حيث شكلت تجارة الذهب الأبيض المربحة للغاية أنظمة العمل ورأس المال منذ بداية العبودية وفقا لموقع We Are History. كان منشأ قصب السكر جنوب شرق آسيا، ومع الرحالة كريستوف كولومبوس شق السكر طريقه إلى العالم الجديد أثناء رحلة كولومبوس في عام 1492 إلى الدومينيكان، ومنها نقل الإسبان بذور قصب السكر وزرعوها في جميع أنحاء مستعمراتهم الكاريبية، كما نقل البرتغاليون بذور قصب السكر إلى البرازيل بحلول منتصف القرن 16. ومع مرور الزمن أدمن الأوروبيون على السكر، وأدرك البريطانيون حاجتهم إلى اليد العاملة لزراعة قصب السكر وحصاده ومعالجته، والتي تتطلب جهداً كبيراً وعملاً مضنياً وشاقاً. كان ذلك أحد دوافع استعمار أفريقيا، وهكذا بدأت تجارة رقيق السكر منذ القرن 16 لتستمر أكثر من 300 عام. وبحلول منتصف القرن 19 كان قد تم نقل 10 إلى 12 مليون أفريقي عبر منافذ وموانئ المحيط الأطلسي لتوزيعهم على مزارع السكر في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي، وكان رقيق السكر هم الأساس في المثلث التجاري عبر المحيط الأطلسي بين أوروبا وأفريقيا والأمريكيتين. وكما يوحي اسمها، كانت التجارة الثلاثية تبدأ بنقل البضائع من أوروبا إلى أفريقيا، مروراً بجلب العبيد من أفريقيا إلى الأمريكيتين، وانتهاءً بنقل المنتجات من الأمريكيتين إلى أوروبا، حتى شكلت تجارة السكر ثلث اقتصاد أوروبا. لكن المستعمرات الغنية بالسكر وخاصة العائدة إلى بريطانيا وفرنسا كان لها عواقب وخيمة في القرن 18، وجادل العديد من المؤرخين بأن بريطانيا فقدت مستعمراتها الأمريكية 13 لأن جيشها كان مشغولاً بحماية جزر السكر وفقاً لموقع لايف ساينس، ما ساعد في استقلال أمريكا عن بريطانيا العظمى. وهكذا جمع السكر بين الحلو والمر، فإذا كنا نستمتع بحلاوة مذاقه ربما لا يعلم الكثيرون عن تاريخه المر.